نفذت قوة دفاع البحرين ممثلة بعدد من وحداتها وأسلحتها وبمشاركة الحرس الوطني ووزارة الداخلية مجريات ختام التمرين المشترك درع الشمال، وذلك خلال الفترة من 27 وحتى 28 من نوفمبر الجاري، حيث أظهر المشاركون براعة عالية وسرعة فائقة في تنفيذ كافة العمليات العسكرية الخاصة المناطة بهم، وتجلى ذلك من خلال التنفيذ المتقن والمحترف للتكتيك العملياتي والقتالي. ويأتي تنفيذ التمرين ضمن نهج تدريبي تنتهجه قوة الدفاع البحرين للارتقاء بكوادرها من ناحية الجاهزية القتالية والإدارية وتطوير القدرات الدفاعية مع القوات المشاركة، إضافة إلى خلق قاعدة صلبة للتنسيق والتعاون المشترك مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية. ويهدف التمرين إلى توجيه وبلورة المفاهيم القيادية، وذلك لتهيئة القوات المشاركة وإعدادها على العمل العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم من خلال عمليات التنسيق والتخطيط والتنفيذ للعمليات الدفاعية المشتركة والعمل على تقييم وتطوير معايير التدريب للوصول بالعمل المشترك إلى مستويات عالية من الكفاءة القيادية والمقدرة القتالية المتقدمة. ويساهم هذا التمرين المشترك في تدريب القوات المشاركة على كيفية استخدام القوة المتاحة في تنفيذ خطط العمليات الدفاعية وتدريب القادة وضباط الأركان على التخطيط والتنفيذ لمختلف العمليات العسكرية الدفاعية، وذلك للوصول بهذه القوات إلى مرحلة متقدمة من التأهيل في شأن التعاون والتنسيق العسكري. الجدير بالذكر أن قوة دفاع البحرين لا تألو جهدا في سبيل تسخير وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالكوادر الوطنية العسكرية، وذلك ضمن الخطط والبرامج الكفيلة في رفع الكفاءة العسكرية.